يعطيكم ألف عافية جميعا. اليوم بإذن الله تعالى الحصة الرابعة في عالم التأسيس، جيل 2006، جيل الراعين. اليوم نبدأ يا جماعة خير في عالم جديد اسمه عالم الأفعال. هون أنا برأيي شو تستغربوا، بيبدأ عالم التوجيه. إذا ما فهمت حصة اليوم، ما فهمتها صح وركزت فيها صح، بتبلش المآزق من هون. بس إذا فهمتها صح اعرف ان انطلاقتك من هون، لانه لو اخذناه قبل كان كلياته عالم الاسماء. لما اخذنا اربع انواع للاسم، ريجولر ريجولر كاونتبل انكاونتبل، حتى الافعال فيه انواع. خلينا نشوف الافعال. يلا، لما انا عرفت اللغه الانجليزيه في بدايه اول حصه قلت لكم اللغه الانجليزيه هي لغه الفعل. يعني لا توجد جمله في اللغه الانجليزيه دون وجود فعل. هاي الافعال، وانا شو عملت بالافعال؟ قسمتها قسمين. قسم الاول هو اللي بدي اشرحه اليوم. طلعوا الجميع، هاي الافعال verbs، هاي الافعال تحتها شو مكتوب؟ عباره عن قسمين. قسم اسمه helping verbs بسموه auxiliary، وقسم ثاني اسمه main verbs بسموه action verbs. هو نفسه المين، يعني افعال مساعده افعال رئيسيه. انتبهوا لكلمه مساعده، في ناس تطلق عليها كلمه helping verbs وفي ناس تطلق عليها كلمه auxiliary verbs. اما المين فيربس له برضه اسمين، اما مين فيربس واما اكشن فيربس. انا بصراحه شغل حصه اليوم على هاي اللي هي الافعال المساعده، اللي ضروري نفهم عده شغلات. اول شيء اللي يسموها مساعده، ثاني شيء مين هم الافعال المساعده، ثالث شيء هل المساعده دائما بتضل مساعده ولا ممكن الفعل المساعد يصير رئيسي. هاي الشغلات بتهمكم. وجزء برضه من اكبر اهدافي، طيب كيف ننفي إذا كانت فعل مساعد وكيف نعمل سؤال؟ هاي الشغلات بتهمكم. ولا تقنعني إنه تسموها أنا ما بسميها تأسيس فكرة، هاي فصول بالتوجيه. هاي بدونها رح توقع في مآزق كثير، بكثير دروس في التنسس في الباسف في الريبورتد، في كثير دروس. ركز فيها، أسس حالك فيها صح، اشتغلها صح وانطلق صح. والله إني بحكي لك إياها في الصميم، فركز. طلعوا يا جماعة الخير، منهم الأفعال المساعدة كتبتوا لها البينج فيربز اللي هي هاي، جبتوا لها البينج فيربز. خلينا نستعرض حياكم مين هم البينج فيربز. شوفوا يلا، البينج فيربز نوع، نوعين، ثلاثة أربع أنواع. النوع الأول بسموهم أشكال بي، بسموها اسم تاني فيرب تو بي. فيرب تو بي أنا بالنسبة لي بحب أسميها بالعربي أفعال الكون. في ناس بسميها كينونة، يعني شو قصدي بالكون او كينونه؟ ليكون، تكونون، تكونين، هيك اللي لما تترجمه بيطلع معنى يكون. هل لو حبيت تترجمه، بس في شغله بعدين بقول لكم اياها، راح تقول لي ما هو الفعل المساعد ما لهش ترجمه، وجيت للحق ما له ترجمه. بس ليش احنا بنسميه افعال الكينونه؟ لانه لما احكي يد از ا تيشر، از زون فعل بس مش مساعد. هاي لز، راح تقول طب هون هي مساعد. اللي دائما الافعال المساعده عشان انت تسميها مساعد لازم يجي بعديها فعل رئيسي. يعني لسه مو مساعد اصلا، انه بيساعد حدا. مين هو الحدا؟ فعل ثاني. يعني يد از بلاينج، از مساعد، بلاينج رئيسي. فالاز هنا مساعد، بلاينج رئيسي. لما يكون في عندك مساعد ورئيسي، المساعد ليس له معنى. يد از بلاينج شو معناها؟ يد يلعب. يد شو ترجمت؟ يد بلاينج إذا ما ترجمتها. المساعد ما له ترجمة. بس لما يكون المساعد يصير هو الرئيسي، كيف يصير رئيسي؟ المساعد بيصير رئيسي إذا جاء لوحده في الجملة بدون ما يكون بعديه رئيسي، يعني يكون هو الرئيسي. كيف يعني؟ إياد is a teacher، إياد is a teacher، صح؟ كم فعل عندي is فيش غيره؟ هذا اللي هو المفروض اللي احنا نسميه فعل مساعد، وفي الحقيقة بطل فعل مساعد لانه جاء لوحده. لما يكون لوحده يصير هو الرئيسي، هو اللي يعتمد على حاله. ولما يصير رئيسي بصير له معنى، المساعد ما له معنى، الرئيسي بصير له معنى. كيف يعني؟ طب شو بصير معناه؟ اياد از ا تيشر، اياد يكون استاذ. اياد شو ترجمته؟ يكون. عشان هيك شو بسميهم هدول؟ افعال الكينونه. فهدول ان جيتوا للحق بصير لهم معنى لما تكون لوحدها في الجمله. بس اذا كانت مساعد يعني مش رئيسي، ما لها معنى، بس مجرد مساعدة. طب من أي ناحية بتساعد؟ بكثير نواحي، من ناحية المفرد والجمع. إياد إز بلينج،
إياد أو عفواً they are playing. لما حكيت إياد is playing, إياد is مفرد. They are playing, الـ are جمع. فالمساعد هون ساعدني أعرف إنه مفرد وجمع. وبيش بيساعدني؟ بالمثبت والنفي. إياد is playing, مثبت. بس إياد isn't playing, نفي. كيف عرفت؟ من المساعد. المساعد لما يقولي بأخذ نت أو ما بأخذ نت. فهو اللي بيساعدني بالمثبت وبالنفي. بس ما أعطاني معنى. لما حكيت يا ديسبلينج يا يلعب ليش ما اعطاني معنى؟ لانه مساعد. قلت لك دايما خذها قاعده، المساعد ما بعطيك معنى بس بعطيك شغلات اخرى، بعطيك تميز بين المفرد والجمع. الزوار لما حكيت يا ديسبلينج they are playing بعطيك تميز مثلا مثبت هنا في يا ديسبلينج يا ديزنت بلينج. لاحظ بعطيك ايضا تميز مضارع وماضي الزمن. لما حكيت يا ديسبلينج هذا مضارع، يا واز بلينج ماضي. مين اللي عرفني الزمن؟ الزواز. إذن المساعد بيساعدني بثلاث شغلات. الأولى ممكن يساعدني بالمفرد والجمع. الثاني بيساعدني مثبت ونفي. الثالث بيساعدني بالزمن. بس على الرغم إنه بيساعدني بثلاث شغلات ما بعطيني معنى لأنه اسمه مساعد. أما الرئيسي بيساعدني بشغلة واحدة في المعنى. كيف يعني؟ ياد إز أ تيتشر. هاي مساعد رئيسي. هاي رئيسي. ياد إز أ تيتشر. شو عرفك؟ ما جاش بعديها فعل. ولأنها رئيسي ما بتساعدني بشي غير الله وكذا كل معنى. إياد يكون معلم. وصلا. فأنت فعليا بدنا نفهم الفرق بينهم. كل الأحوال هدول بسموهم أفعال مساعدة. ودائما خدها قاعدة. لما بدي أطلق على الأفعال المساعدة. أفعال مساعدة لأنه بيجي بعديها رئيسي. لأنها بتساعد فعل تاني. فلو طلعتوا على الأفعال الأولى اللي هي أشكال بي اللي هي أفعال الكون. اللي هم عبارة عن إيش؟ إز أم أر. عبارة عن إيش؟ was, where, وبن. بصراحة had بسموه verb one. يعني فعل مساعدة برضو نفس الشيء. verb one مضارع, verb two, verb three. هذا بسموه verb one. هدول مضارع. أنا بحب أسميهم مضارع بسيط. present simple. إذن هذا verb one. هذا المضارع. هذا verb two. وهذا verb three. انتبهوا هدول هم الافعال المساعده اشكال بي. لو واحد قال لك شو اشكال بي؟ لا تقول له اشكال بي تقسم الى ثلاث اقسام، فيرب 1 فيرب 2 فيرب 3. استاذي اي فعل مساعد في الدنيا يقسم لاربع اقسام، فيرب 1 بريزنت سمبل، فيرب 2 فيرب 3. فيرب 1 بريزنت سمبل، فيرب 2 فيرب 3. طلعوا هذا اسمه الفيرب 1، هذا اسمه بريزنت سمبل مضارع. يعني هذا هو يسمونه بريزنت simple. هذا بسموه present simple. إذن هذا بسموه verb one. صح؟ هذا present simple. هذا verb two. هذا verb three. إذن كم قسم؟ أربعة أقسام. هاي قسم. هاي قسمين. هاي ثلاث. هاي أربعة. هذول هم أشكال بي. فأي واحد بيسألك شو أشكال بي بتقول له بي verb one. is am are present simple. was where verb two. وبين في ناس تطلق عليها كلمة بين verb three. تعال نشوف اللي بعديها. have. have بسموها افعال الملكية. افعال ايش الملكية؟ بمعنى يملك. بس انتبه هاي بمعنى يملك اذا كانت رئيسي. يعني لما احكي I have a car have one رئيسي ما جاش بعدي. سيتم بمعنى اياد يملك او انا املك سيارة. بس عكيت I have مثلا played football. I have played football معناها لعبت الكرة. انا شو ترجمت الله انا. have played ترجمت played لعبته. فوتبول كرة بس ما ترجمت هاف. دائما الفعل المساعد ما له معنى بس لما يكون رئيسي بصير له معنى. هاي المهم لما يكون رئيسي لحاله بصير بمعنى يملك. طلعوا مين هم؟ هاف فيرب 1 الهاز والهاف هذا بسموه بريزنت سمبل. بريزنت سمبل نفس الاقسام اربع اقسام هاي فيرب 2 وهاي فيرب 3. انتبهوا للقصة هاي ركزوا فيها. فعندي هدول اشكال بي هدول أشكال هاف. وأي فعل في الدنيا أربع أقسام خذ القاعدة. قال لك كيف يعني أربع أقسام؟ مش كلها سادسة وما بجمع. أكيد ما بجمع. الكثير منهم يقول إنه دائما فيرب 1 فيرب 2 فيرب 3 مش غلط بس هي نسوا وسهوا راح تبالهم من فعلية مش فيرب 1 فيرب 2 فيرب 3 ومن فيرب 1 present simple فيرب 2 فيرب 3. بالله عليكم ما تنسوا فيرب 1 present simple فيرب 2 فيرب 3. طلعوا فيرب 1 present simple فيرب 2 فيرب 3. واللي فيكم عنده شوية لغة بيعرف انه البريزنت سيمبل اصلا يا اس يا بدون اس. مش هدول البريزنت سيمبل هي الاس والاس للمفرد. فعلا هذا المفرد.
والهاف ما فيها اس للجمع. طلع هون الاز مش فيها اس، معناته الاز هي المفرد اللي مع مين؟ مع الهي والشي والات. بينما لاحظوا الجمع الاي والدي والوي واليو بتاخذ يا ام يا ار، اي ام ذي ار وي ار يو ار، بس ما في اس. اذا هذول بسموهم البريزنت سمبل، فيرب 1 بريزنت سمبل، فيرب 2 فيرب 3. ركز، هذول بسموهم افعال ملكيه. بس لازم انت فكر شغله، دائما الافعال اللي وراي هذول لهم اسمين، فعل مساعد وفعل رئيسي. طب متى مساعد؟ يعتبر مساعد لما يساعد فعل، وسعيتها ما له معنى، ولا بيساعدني ثلاث شغلات: مفرد جمع، مثبت نفي، مضارع وماضي، يعني الزمن. لكن اذا صار رئيسي يعني هو اللي لحاله في الجمله، زي I have a car، I have a car، وين الفعل؟ فش غير هاف. سيت له معنى، شو معنى يملك؟ انا املك سياره. يا رب تكون فهمتوني في هالقصه. يعني اي واحد بقول لك هذول بسموها افعال مساعد، المفروض شو تقول له؟ والله هو شوف حسب، يعتبر مساعد ويعتبر رئيسي. يعتبر مساعد لما يساعد فعل، يعتبر رئيسي لما يكون لوحده في الجمله. وصلت؟ تعال نكمل، تعال نشوف افعال دو. افعال دو يا جماعه خلينا نسميها افعال العمل، او بمعنى يعمل، او بمعنى يفعل. صارتك اي دو. هلا لاحظوا الدو منهم نفس الشيء، الدو هي الفيرب 1، هي فيرب 1. هذول الثنتين هم البريزنت سمبل، واعطيكم دليل انه هذول بريزنت سمبل. الدز للمفرد هي في اس، والمفرد باخذ اس والجمع باخذ اس، فالدز للي وشي ولت، والدو للذي والوي واليو والاي. فلو طلعتوا عليهم هذول بريزنت سمبل. الدد هي الفيرب 2، اما الدن هي الفيرب 3. اربع اقسام: فيرب 1 فيرب مضارع بسيط عفوا بريزنت سمبل، فيرب 2 فيرب 3، فيرب 1 بريزنت سمبل، فيرب 2 فيرب 3. وهدول اللي شايفينهم امامكم نفس الشيء، يعتبر مساعد ويعتبر رئيسي. طب متى مساعد؟ يعتبر مساعد لما يساعد فعل. اياد doesn't play football، هنا مساعد. doesn't مساعد اللي does يعني من رئيسي play. بس حكيت اياد does his job، اياد does his job هنا بمعنى يعمل، يقوم بعمله. does his job هنا اجت رئيسي، افهم شو بحكي. فاذا دير بالك اللي بقول لك هذول افعال مساعدة ما بقولوش غلط، بس لازم نظبطها بصراحة. تعتبر مساعد، تعتبر رئيسي. فإذا واحد، اثنين، ثلاثة، دول الثلاث تعتبر مساعد وتعتبر رئيسي، يطلق عليها أوكي هيلبين فيربس، ولكن جيتوا للحق، تعتبر مساعد تعتبر رئيسي. نيجي لشغلة ثانية، في منكم بيغلط غلطات كبيرة. مثلا بتيجي تقول لطالب من الطلاب أعطيني الفيرب 1 لبن، شو بقول لي؟ بقول له اعطيني الفيرب 1 لبن، اللي هي كلمة مين يعني؟ اعطيني الفيرب 1 منها، بصير يقول لك والله الفيرب 1 من عز وام وار. بيغلطوا، بقول لك اعطيني الفيرب 1 من واز وير، بقول لك عز وام وار. تعالوا جاي، مشان الله. ولكم انتم عارفين ليش الفيرب 1 سموه فيرب 1؟ لأنه 1. لما حضرتك تقول الفيرب 1 من بين عز وام وار، هذول ثلاث. طب هم سموه فيرب 1 لأنه 1، لأنه واحد. مين الواحد هون؟ هيو. ولكم رأس الهرم هو الفيرب 1. مين رأس الهرم؟ بي. ليش سموه فيرب 1؟ فيش غيره، بي. اذا هذا هو الفيرب 1. هدول بسموهم present simple مش فيرب 1. عمره الفيرب 1 ما كان الا 1. والفيرب 1 في ميزة، لا يوجد فيرب 1 في يو اس. بليز فيرب 1 لا في يو اس. مين الفيرب 1؟ بلاي. كيف بدك تعتبر اس فيرب 1 وفي اس يا فالح؟ مزبوطش. كيف بدك تعتبر الاس فيرب 1 وفي اس؟ كيف بدك تعتبر الدز فيرب 1 وفي اس؟ مستحيل. الفيرب 1 لا يحتوي على اس سي دي. اذا مين الفيرب 1 من هذول اللي بالاحمر؟ شفتوا بالاحمر؟ هذول بسموهم فيرب 1. طبعا هذول انساني يوم شوي بحكيش عنهم، قاعدين مركزين على اول ثلاث. بي فيرب 1، هاف فيرب 1، دو فيرب 1. هذول بسموهم راس الهرم. وعشان اوضحها اكثر، انسوا لي هاي، انسوا شوي هاي. تعالوا نفوت بقصه جديده. خلينا نشوف وياكم قصه جديده وهي بورد جديد. ركزوا معي، افهموا اللعبة اللي بدي العبها الان انا، بس افهموها صح يا جماعة. لو اخذنا بصراحة اشكال بي، هاي اشكال بي، هاي بي اللي شايفينها امامكم، هاي بسموها الفيرب 1. طلعوا عبارة البي عن ايش؟ عن از واموار للي حكيتهم. بالماضي عبارة عن واز وير، والفيرب 3 منهم شو؟ اسمه بين. هاي بسموها شجرة العيلة.
سبحان الله بكل عائلاتنا في شجرة اسمها شجرة العيلة. مين الفيرب ون منك؟ أبوك. كم أب واحد؟ فالفيرب ون واحد. مين هدول الأولاد؟ مين الفيرب ون منهم؟ أيه الأب. عمرك شفت أبين يا رجل؟ أب واحد هاي. عشان يكون يطلق عليه فيرب ون، فهذا بسموه الفيرب ون. الفيرب ون هذا خلف الأولاد، هذول أولاده طلعوا عبارة عن إز وأموار. هذول الإز وأموار كثير طلاب بغلطوا، بدي أورجيك شو غلطاتهم. بيجي بقول لك أوكي هذا فيرب ون، طب هذول إيش؟ هذا فيرب تو، هذا إيش؟ هذا فيرب ثري. طب يلي بتحكي للطلاب إنه هاي فيرب ون وهاي فيرب تو، هذا فيرب ثري. طيب ماشي، هذا فيرب ون، هذا تو، هذا ثري، هذول مين؟ إذا هذا فيرب ون وهذا تو وهذا ثري، هذول مين؟ لأن كثير ناس تسمين شو يسموا هذول، سمعت الخير؟ فيرب ون بريزنت سيمبل، فيرب تو، فيرب ثري، أربع أقسام. هذا بيسموه لي بريزنت سيمبل. شفت الأفعال المساعدة؟ هذول الآن الأفعال المساعدة بطل عادة كلمة تسميهم مساعدة، هو فعليا يعتبر مساعد رئيسي، وحكينا في الموضوع كيف يعني. تعالوا ورجيك شو قصدي مساعد رئيسي. روح على بورد ون، نيجي لمين؟ اشكال بي لخدناها، طلعوا بس هذول مثال، هذول اثنين ركزوا. لو طلعت هون مثال هذا، بالله عليكم is playing، ali is playing، بينما هون ali is a teacher. هل هاد يعتبر مساعد؟ ليه؟ لانه هذا رئيسي، فهموني. اذا هذا مساعد هذا ايش؟ رئيسي. بس دقيقة نظبط الخط، وهذا رئيسي. إذا صف عندي هذا مساعد وهذا رئيسي. إذا ليس مو مساعد لأنه بيساعد اللي بعده. مين اللي بعده؟ بلاينج. هلا طلعوا للترجمة، علي يلعب الكرة، شو ترجمت علي؟ هاي علي. إذا بلاينج شو ترجمتها؟ يلعب. طلعوا الكرة. أنا شو ترجمت؟ علي ويلعب، يعني نغير اللون. أنا فعليا ترجمت علي وترجمت يلعب وترجمت الكرة. إذا ما ترجمت ليه؟ لأنه مساعد. المساعد شو ميزته؟ هذا المساعد شو ميزته؟ ليس له معنى. افهم، لما يكون مساعد ما له معنى. ترجمت علي يلعب الكرة، بينما طلع هون هل هي مساعد ولا رئيسي؟ لو ركزت كويس معي بتلاحظ أنه فعليا الإز هون رئيسي. ليه؟ لأنه ما يجي بعديها فعل، يعني هي الرئيسي. لما تكون هي الرئيسي دائما خذ القاعدة، بصير لها معنى. شو المعنى؟ طيب تعالوا أورجيكم شو المعنى. علي is a teacher، علي يكون، مش قولها معناها الكون لأشكال بي، فصارت علي يكون معلم. بس هاي لو ترجمتها يكون ما بتضبطش، احكي علي يكون يلعب الكرة. إذا المساعد لما يساعد فعل ما له معنى، لما يكون يتحول مساعد رئيسي يعني يكون لحاله في الجملة بصير له معنى، بصير له معنى. وانا صارت علي يكون معلم. هاي خدها قاعدة ببالك. هلا المساعد هاد ملوش معنى بس له فوائد. والله فهمني انه مفرد، والله فهمني انه مثبت، هاي مش نفي، والله فهمني انه مضارع. بينما هون فهمني انه بمعنى يكون وبساعدني مساعدات اخرى، والله انه مضارع وانه مش نفي. اوكي بختلف ناس، بس هي فعليا اعطتني معنى بمعنى يكون. يا رب تكون وصلت الفكره. تعالوا نكمل، نرجع البورد اللي كنا فيه هون. اذا هدول افهموا شغله، اشكال بي اربع اقسام، فيرب 1 بريزنت سمبل، فيرب 2 فيرب 3. هذا فيرب 1 بريزنت سمبل، فيرب 2 فيرب 3. تعال نشوف النوع الثاني. ناخذ اشكال هاف، لازم يطلع عندك نفس الاقسام. وعلى فكره لما اسالك يلا هذا فيرب 1 لسه مو فيرب 1 لانه 1، اذا مين الفيرب 1 هون؟ هاف. هاي ال1، وال1 شرطه ما يكون فيه اس. اذا هاف اللي بقول لك انا بعرف انه الفيرب 1 هاز وهاف، ولكن الهاز مش فيرب 1، الهاز بريزنت سمبل. خدها قاعده، الفيرب 1 ده يحتوي على اس، اسمه 1 يعني لازم يطلع واحد. مين عندي هاف؟ طلعوا، عباره عن هاز وهاف، بالماضي هاد، وبالفيرب 3 برضه هاد. هلا تعالوا نقسمهم يلا نشتغلهم سوا. هدول ايش؟ هاي فيرب 1، هلا عرفنا انه هاي فيرب 2، وهاي شو؟ فيرب 3. طب هدول مين؟ هدول البريزنت سمبل. والبريزنت سمبل فيه ميزه، يا اس يا بدون اس، هاي اس هاي بدون اس، المفرد للجمع، المفرد للجمع. يا بتكون وصلت.
بحكي I have بس بحكيش I has. لايب على الجبل. They have, we have, you have, بس he has, she has, it has. افهم. أما الهاد والهاد دول التنتين هدول المفرد جاء منها بتفرق. بس الحلو أنه verb 2 verb 3 نفس الشيء. مين عندنا كمان؟ يلا المجموعة الثالثة. تعال نشوف مين المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة يا جماعة الخير طلعوا اللي هي دو. دو هي الفيرب 1. شو تقسم؟ يا داز يا دو. والماضي شو بتكون؟ ديد. والفيرب 3 دان. هاي شجرة العيلة. بس ان جيتوا للحق هاي بسموها فيرب 1. هاي فيرب 2 وهاي فيرب 3. ماتوا من هذول؟ هذول البريزنت سمبل. وهدول يعتبروا مساعد رئيسي. متى مساعد ومتى رئيسي؟ هلا بفهمكم اياها. عملت لها قصه لحال. هلا مبدئيا دو داز دو بريزنت سمبل ديد فيرب 2 هذا ايش؟ فيرب 3. ميز بينهم صح عشان تفهمها. هدول هم الافعال المساعده. طلعوا يا جماعه الخير شو قصدي؟ نرجع على البورد هذا. شوفوا اشكالها. رح ناخذ اشكالها. هون مثل اشكالها. كتبت مثالين. سامي هاز كلين ذيس روم. سامي هاز كار. هون هاز هذا مساعد. ليه؟ لانه مين ساعد؟ كليند. ولانه مساعد ليس له معنى. مش قول له مساعد ليس له معنى. سامي نظف غرفته. شو ترجمت؟ سامي نظف غرفته. هاي ما ترجمت. مساعد ما له معنى. بس طلعوا لما المساعد يصير رئيسي. سامي هذا كار. سامي هذا كار. شو عرفك انه رئيسي؟ لانه لحاله في الجملة. ما جاش بعد فعل. وانا بصير له معنى. بصير رئيسي. وله معنى. طيب شو المعنى؟ هنا جت بمعنى يملك. سامي يملك سيارة. افهموا الفكرة. صفى عندي مساعد. صفى عندي ايش؟ رئيسي. اذا هو يعتبر مساعد يعتبر رئيسي حسب موقعه في الجملة. طلعوا اللي بعديها سيدي. خذ اشكال دو. نفس المبدأ. طلعوا. هاي اشكال دو. في عندي doesn't sleep. هي doesn't اشكال دو اللي هي does يعني. فعندك doesn't sleep. هذا مساعد. هذا رئيسي. صح؟ هنا جاء مساعد ليس له معنى. كيف بنجمع الاستاذيات؟ زيد لا ينام بدري. ترجمتها لا. لا يا حبيبي. النت هي اللي معناها لا. النت هي اللي معناها دز ما الترجمة. المساعد ليس له معنى. مين اللي نت؟ مين اللي معناها لا هي؟ نت. وصلت؟ فحكيت زيد doesn't sleep. يعني زيد لا ينام بدري. طب الدز شو ترجمتها ما لها معنى؟ لأنه مساعد. ساعد مين؟ ساعد سليب. بينما طلع الدز لما يصير رئيسي. زيد does his job every day. هنا الدز بمعنى يقوم أو يعمل. يعني يقوم بواجبه كل يوم. فجت بمعنى طلعوا زيد does his job. ليه؟ لأنه هاي رئيسي. ولما تكون رئيسي بصير لها معنى. يا رب تكون في الطول. هاي هي فكرتنا. فكرة مساعد وفكرة رئيسي. هلا نرجع لدوسيتنا. طلع. اذا هدول هم الافعال المساعدة. تعال نعمل خلاصة عشان الطلاب اللي انعجقوا شوي. الافعال المساعدة هدول الثلاث اللي شايفينهم. بدنا نفهم انهم يقسموا لاربع اقسام. فيرب 1 برنسيبل فيرب 2 فيرب 3. فيرب 1 برنسيبل فيرب 2 فيرب 3. فيرب 1 برنسيبل فيرب 2 فيرب 3. شغلة تانية لازم نفهمها. هذول الثلاث مزبط مساعد ومزبط رئيسي. يلا يا ذكي. متى مساعد؟ لما يساعد فعل. طب اذا جاء مساعد هل له معنى؟ ما لهش معنى. اما الرئيسي شو ميزته؟ الرئيسي بكل وحده في الجمله وله معنى. لما يكون رئيسي بصير له معنى. توقع واضحه. وصلت شو الفرق بين مساعد ورئيسي؟ اذا بدنا نفهم تقسيماته. الفيرب 1 كم واحد؟ واحد. نمر راس الهرم. هدول اولادهم. طلعوا نكته. مش مرات الواحد بس يخلف بجيب ولد بيشبهه. طلعوا بي هاي اولاده از امار واز وير بينهم فيش حدا بيشبهه. بينما هاف مين خلف؟ هاز وهاف. الهاف بيشبه ابوه صح؟ وهذا وهذا. الدو مين خلف؟ داز دو ديد دو دان. الدو بيشبه مين؟ ابوه. هاي الفكره. بتفهم انه نفسهم يعتبر مساعد ويعتبر رئيسي. ركز. بس اذا كان مساعد ملوش معنى. نعم. حط اي واحد فيه مساعد ملوش معنى. هي ديزي بلاينج.
ياد is playing ما له معنى ياد يلعب ما ترجمتش is جرب نعمل أي مساعد ياد has played ياد has played ياد لعبة ترجمت ياد played بس هذا ما ترجمته أنا مساعد طلعوا ياد doesn't play ياد لا يلعب لا مين ترجمت النت بس لما حول هذول الثلاث لرئيسي ياد is a teacher ياد يكون أستاذ لأنه جت رئيسي لو قلت لك ياد هذا كار ياد عنده سيارة بمعنى يملك هنا بمعنى يعمل ياد does his job ياد يقوم بواجبه اجت بمعنى يعمل وصلت إذا هذول بزبطوا مساعد بزبطوا رئيسي أما النوع الثالث من الأفعال المساعدة المودلز المودلز قصة تانية اللي هم بسميهم إحنا الأفعال الشكلية هاي الأفعال شو مصيبتها إنها مستحيل يكون رئيسي هدول شو حلو فيهم بزبط مساعد وبزبط رئيسي هدول بس مساعد شو قصدك سادية يعني لا يمكن وجودها لوحدها في الجملة إلا تساعد حدا يعني مساعد تحكي تجرب تحط جملة فيها ويل بدون ما يجي بعدها رئيسي بتحداك هات لي جملة فيها ويل بدون ما يكون بعدها رئيسي هدول شو العلو فيهم إنه دائما طلعوا دائما ماله مساعد هذول دائما مساعد حط ببالك ان هذول دائما مساعد خليها ببالك دائما مساعد ليه تجيش لحالها في الجملة اللي يجي بعدها فعل مين هم ويل وود طبعا كل واحدة هو الماضي منها مثلا ويل ياد ويل بلاي مين المساعد ويل مين رئيسي بلاي في مساعد ورئيسي وصلت بس مستحيل تكون رئيسي تجيش لحالها في الجملة هاي بتزبط مساعد بتزبط رئيسي هاي دائما مساعد لأنه لازم يجي بعديها رئيسي لازم طلع ويل وود شل شود بمعنى يجب كان كود بمعنى يستطيع والماضي منها طبعا مي مايت ربما ماست يجب طلع بعديها هاز تو هاد تو برضو يجب هاف تو هاد تو هلا الفروقات بالضبط بينهم رح تاخذوهم توجيه رح نعطيهم الشرح كامل هلا مبدئيا كتأسيس بيمني تعرف انه ويل وود شل شود كان كود مي مايت شو الماضي من ماست هاد تو هاز تو هاد تو وهاف تو هاد تو يعني الماست والهاز تو والهاف تو الماضي منهم هاد تو هاد تو هاد تو فعندك ازو ام وار going to was where going to هذول كلهم مودلز شو قصتهم هذول دائما مساعد مستحيل يكونوا رئيسي هنا شو اخذنا بنظبط مساعد وبنظبط رئيسي بس هذول دائما مساعد لازم يجي بعدهم فعل تعالوا ارجيكم هالشغله توقع انها بورد 1 ايوه كتبتم هون لو عباره عن ويل وود شل شود مي ماي طلع ماست هاز تو هاف تو هاد تو هذول شو دائما مساعد ليه لو اعطيتك مثال بسيط حكيت لك مثلا الي will they go out طلع بيجيش لحاله علي هذا اسم لو الفاعل يعني subject صح will هذا فعل مساعد يسموه المدن مين الرئيسي هذا رئيسي صح تكملت الجملة هاي compliment فالصفة عندي طلعوا مساعد رئيسي مستحيل هاي تجي لحاله في الجملة اختار اي واحدة من هدول لازم يجي بعديهم شو ميزتهم هذول كلياتهم انه بيجي بعديهم زائد verb 1 لازم يجي بعدين verb 1 المودل يتبع verb 1 دائما المودل شو يتبع بverb 1 هاي قصتي بحصة اليوم هي تأسيس بسيط بس ضروري تفهموا اللعبة صح اذا هذه قصتي بالصفحة هاي كانت انا لو محلكم بكتب نوتس بعيد الحصة بكتب نوتس انه هدول بزبطوا مساعد بزبطوا رئيسي هدول يقسموا لاربع اقسام بالذات هدول verb 1 present simple verb 2 verb 3 بدنا نفهم انه الverb 1 لما سموه verb 1 لانه بس 1 مستحيل يكون فعلين يعني تقول لي has مثلا هذا verb 1 او ازو اموار اوعى تقول لي هدول verb 1 الverb 1 هي راس الامر هدول هم شغلنا هدول بنشتغلهم هدول هم اساسك في التوجيه هدول بيظبطوا مساعد وبيظبطوا رئيسي بس هدول دائما مساعد والحلو فيهم انه شو بيجي بعدهم زائد verb 1 لازم تعملوها شكل نوتس تضل في بالك الفرق بين المساعد والفرق بين الرئيسي اذا لما حد يسألك من هم الافعال المساعدة اوعى بالمدرسة تجاوب هيك في ناس مين الافعال المساعدة تقول له ايز اما حبيبي اللي بقول لك مين الافعال المساعدة بتعطيه العنوين يعني مين الافعال المساعدة verb to be
verb to have, verb to do والمودلز. verb to be, verb to have, verb to do والمودلز. هدول هم الأفعال المساعدة. طيب لما يسألك شو الverb to be بتقول له والله الverb to be أربع أقسام. be verb 1, is am are present simple, was were verb 2 والbeen verb 3. لما يسألك أعطيني أقسام الverb to have بتقول له أربع أقسام. ال have verb 1, has و have present simple, وال had verb 2 وال had verb 3. لما حدا يسألك أعطيني أقسام do بتقول له do برضو أربع أقسام. do هي الverb 1 والpresent simple does you do, والماضي اللي هو الباست سمبل والverb 2 did, والverb 3 اللي هي done. أما هون ما هي الأربع أقسام. وأنا بس خدها قاعدة المودلز ما فيش اسمه verb 1 وverb 2. المودلز مضارع ماضي والود شل شد كان كد مي ماي. والمودلز دائما مساعد لازم يجي بعديهم رئيسي. مين الرئيسي؟ لازم يكون verb 1. هاي قصتنا يا ذا الخيري جو أكاديمي. شرف فيكم ودائما معكم. يعطيكم ألف 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 عافية.